همك لا تقول همي وحدي همي همك انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخفي همي وهمك انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخفي همي وهمك اه همي همك لا تقول همي وحدي اضحك اضحك ما يهمك همي همك همي همك اضحك اضحك ما يهمك همي همك همي همك انت لي وانا صديقك انت همك عند ضيقك انت لي وانا صديقك انت همك عند ضيقك ما تعكر في طريقك يا صديقي يا صديقي ما يهمك يا صديقي ما يهمك همي همك همي همك هذا المسلسل برعاية بسكويت بوربون من ليجادور الطعم الذي يعشق ماريتي شوب الحلو يكمل بيه زبادي الهنا زبادي طول السنة رمضان كريم مع نور نسيم بلس احمي عائلتك بسكوت ماري منتي شوب كل شيء بيحلى بيه كل الحلو بيكمل بيه طول ما في انتي شوب ماري ماريتي شوب لذيذ وخفيف ماريتي شوب الحلو يكمل بيه زبادي الهنا زبادي طول السنة زبادي الهنا زبادي طول السنة زبادي طول السنة زبادي الهنا زبادي طول السنة طول السنة زبادي الهنا زبادي طول السنة زبادي طول السنة زبادي الهنا مطلوب طول السنة يا رجاولة رقم واحد زبادي مهنا زبادي طول السنة زبادي طول السنة طول السنة طول السنة طول السنة زبادي الهنا زبادي طول السنة تذوق تونة ليجادور اللذيذة وبأصنافها العديدة سلطة التونة المكسيكية أو سلطة المايونيز الشهية تونة ليجادور الطعم الذي يعشق الآن سندباد ليندا وباندا شوكولاتة أكثر جودة أفضل حجم أكبر وبنفس السعر وجديد سندباد سندباد بنكهة التوت من هنوز قام وسوس فندي عنده عقدة من البكتيريا والجراثيم وليل ونهار نازل تعقيم عيش حياتك وانت مطمن صابون نسيم بلس بيقضي على 99.9% من الجراثيم نسيم بلس احمي عائلتك طمنا يا دكتور وما اسهال اطمنك ايه طمني انت الحمار ده في حاجة غريبة ما هي في ايه ما انش داري ما انش داري امال من اللي داري يا دكتور بصراحة شربت عزومي حق فانيس يا لهوي لا لا
انت هتجننوني في القريه دي؟ شرب قاسي ومن حق اقول لك حاجه. انت جبت الحمار ده منين؟ والله اشتريتها من سعيد. بس هو سعيد، ربنا ينتقم منك يا سعيد. هو سعيد سبب ازمه البترول في البلد. بتجري ليه يا اخويا؟ اذا كان هو اللي شرب الجاز يبقى انت شربت ايه؟ تفاح؟ يا رب يا حمار تفاح رجع يا رب. هلا هوي اما امانة انك شيخ، شيخ من البحر حتى بجبل. ياوة ياوة يا شيخ تفاح. تفاح ماله اهل القرية كل من حيد احنا يهرب كم مطر ما في كيف حاتو شيطان. انا قصدي يا شيخ انك هيبة هيبة، وصدق من قال لا تغزي الا مع قوم قد غزل، ولا خلي مغازي لهلا. ريت ما معك هنا، منو انت؟ انا عطاس هير الشيخ غيلان. شيخ ما في لا شيخ غيري هنا. من لا. ومن انت لما ترفع صوتك علي؟ والله انا الشيخ طفاح يا حمار. طفاح بص، احنا جدعنتنا ان احنا نخلي المعلم فتوح يضمننا عند المعلم شراره عشان ياجل موضوع الفلوس ده شويه. يا هو ما تقول؟ بقول ايه، انا بحكي لك حدوته ولا ايه؟ هو المعلم فتوح اللي يقدر يقنع شراره ان ياجل موضوع الفلوس ده شويه. يعني ده فتوح ده تاجر حشيش؟ يا عم بس فوق تفضحنا وتفرج علينا الناس ولا ايه؟ ده تاجر حشيش كبير قوي على مجال واسع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يعني طيب لو تكلموا كده بالمره ادي لنا حجرين كده نقفل يومين الواجي. وده وقته عوض ده وقته. احنا اهم حاجه ان نخلي المعلم فتوح يضمنا في حضنه كده شويه ويحنن علينا المعلم شراره يستنى على موضوع الفلوس ده شويه. انت معايا انت ولا ايه؟ عوض مش فاهمك الا اللي خلقك. انا احلق شعري وامشقر لو كنت فاهم حاجه اساسا انا بكلم نفسي. عوض نهارك اسود واد يا حماده، خلي بالك من الفرش يا واد على ما اجيلك. انا هطين عيشتك. بينسوك الحبايب ولو طال الغياب، تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب. حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية، حمال الأسية، ظلمينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي. بنت يا فتحية انت يا بنت ينيلك يا اختي متصربعة على ايه؟ افتحي يا بنت يا فتحية. طيب يا بنت افتحي بسرعة. اهو جاية افتحي بسرعة. عايزة يا بنت خش. اخش ايه ده؟ وده وقته؟ جوزك عوض في الحارة. ايه؟ انت بتقولي يا بنت؟ عوض، بقول لك جوزك عوض في الحارة. انت متأكدة يا بنت؟ بتقولي ده؟ انا متأكدة، بقول لك شفته بعينيا دول. تعالي اما نشوف. تعالي قبل ما يمشي يا بنت تعالي. يعني انت بتتخلى عني يا معلم فتوح؟ مش مسألة تتخلى يا حلمي، بس المبلغ كبير والمدة طالب، وانا بقى اعرف المعلم شرارة كله الا الفلوس. عوض عوض عوض، لقيتك يا اخويا اخيرا لقيتك. ايوه فيها فتحية. لقيتي من انت؟ شفت يا اخويا الدنيا صغيرة قد ايه ومصير الحقيقة. لا انت تعرفيها فتحية؟ اللي يعرفني يا معلم ده حس المعرفة ولا لا؟ ايوه ايوه يا معلم. ايوه ده جوزي ودي بنتي. أيوة. بنتي منه يا معلم والنبي بنتي منه. اتجوزني وسابني وهرب، ولا ساب لها ورقه، ولا عارفه اسمه البنت، ولا عارفه حاجه. حط راسنا في الطين من اجل الله. خد لي حقي منه يا معلم، خد لي حقي منه. لا يخليك يا رب. اقص عليك يا راجل، في حد يسيب مراته وبنته ويهرب؟ طلع عليك انت وايه؟ تصدق لي دي كذابه دي؟ انا ما اعرفك والله ما اعرفك. انا عزب عزب والله. يا عوض مين يا عم الست البيضة الحلوة دي؟ يا عم اتوكس على ناصينك بس ما تعرفنيش. كذابة والله كذابة. يا كذابة مش انت كذابة. كمل صوتك من مناخيرك. كذابة كذابة كذابة. هو عوض اللي سابني وسبته وهرب. عوض من يا مرة؟ عوض من يا مرة؟ اتق الله بنفسك. اسمع يا فندم، ده الجوز حقي وتأكد ان انا مش عوض.
مش انت سامي يا ابني اللي كنت عندي من يومين؟ ها يا يا هو سامي. صح هو سامي ومكتوب في الباسبور سامي. عوض مين يا ولاد انتي جاتوا لي عليه ده اسمه سامي. سامي مين يا بيه؟ سامي مين ده؟ عوض ده انا لو عملت يا بيه ما تروح عنه ابدا يا بيه. حرام عليك يا عوض، حرام عليك يا اخي عندهم الحقيقه. طب بلاش عشان بنتك بلاش، بنتك بلاش يا عوض اللي يحط في قلبك الرحمه. افتكر يا عوض تقول لهم يا عوض حبيبي غزل يا عوض بلاش. قلت قطعت تقول لي مسمي بلاش عشان ملكه اليمن. حرام عليك يا شيخ، وانا عايشه احلى عيشه، احلى عيشه يا اخويا. لا في ورقه ولا في حاجه. اودي البنت المدرسه ازاي يا بيه؟ اعلم بنتي فين ولا اعمل ايه؟ ضيعتني وضيعتها يا شيخ. منك لله يا شيخ. الله يا استاذه على المسلسل الهايل الدرامي اللي انت دخلت عليه بيه. فجاه مهند ونور عامله معايشه في الدور. بص يا وليه، خلصت الموضوع يعني. الراجل ده اسمه سامي وكان عندي هنا من يومين، واخدت الباسبور بتاعه وعملت عليه تحريات واكتشفت انه لسه انه نضيفه معلوش حاجه. الحاجه الثانيه انه بقى له يومين لسه جاي مصر، فنلم بعضنا كده ونشوف احنا جايين منين وبنعمل ايه. اسفين يا سامي بيه، يلا بينا فتحي. سامي سامي يا ليل يا بيه، والنبي يا هو هو يخرب بيتك. قول لهم الحقيقه يا بيه والنبي، ما تقولش عني يا بيه والنبي. هو يا بيه والنبي يا ولية، هو بقول لك اسمه سامي تقولي لي هو. انت هتمشي ولا خلي فرج ياخدك؟ لا فرج، فرج ياخدك. لا يا بيه والنبي، فرج يلا طلعها والله. فرج والله، فرج وضرب ضرب. وايه ده؟ ما له هلا فرج يا فندم. ايش يا استاذ سامي، احنا اسفين والله، دايما بتحصل اشتباهات كده اليومين دول غريبه. احنا اسفين. الله يخليك. اتفضل يا باشا. شكرا يا فندم، نورتنا. شكرا يا فندم، الله يخليك. شكرا يا جماعه. كيف نسمح لطفاح رجال القريه؟ والله هذا عيب حقنا. طفاح رجال القريه دم بتنوريه كانها ما كان اليوم. والله طفاحنا رجال القريه. ايوه بس بس هداه او طفحته دليل ضعفه. وبعدين هو رجال القرية، انتم دارين لمه علشان يستفزكم. ايوه رجعتاته علشان يستفزكم. يا خالي رجع القرية ونشوفه ونحيده بعيوننا. والله انت مجنون يا خال. سكت يا هبل. طفح رجال القرية علشان يقروا كل المشاكل، تمام؟ وانتبهوا انتبهوا، تخلونا ننشر الفوضى، لانه هو هدفه الاساسي ينشر الفوضى بين القرية. يعني كيف؟ نتعجب على طفاح وبايك وراجو في القرية ينشر الفوضى واحنا نتعجب عليه؟ لا مش كده. انتبهوا طفاح يقولنا المشاكل، خلوا احنا نهدى وننتبه له، تمام؟ ونتجاهل وقوده. وبدل ما انتم بازين بناتك تولى سلعه اتبزوا بها وبزوا بدلها معاول، وتعالوا لنا من القرية سوا، تمام؟ ام طريق والمدرسه. وبدل الشكل نكون هزمنا طفاح. ايوه هزمناه. الله 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 الله، وكمان عليهم الله الله. هو ده كده، نهزم طفاح، نهزم حرف جر. طفاح اسم مجرور وعلامة جره الكسر، فبدل ما يجركوا طفاح للعنف والفوضى نجره احنا. بكده يموت طفاح كمدا وغيظا. الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا، نورت الدنيا كلها. يا اهلا يا الف مرحب، يا الف مرحب باليمن السعيد واهل اليمن. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا سالم، عامل ايه؟ الله يكرمك يا رزق، منور. الله يخليك، انت البلد كلها منوره باهلها. ده شوتر جوز اختي وده سالم اخو مراتي. اهلا وسهلا يا سالم. يا مرحبا يا مرحبا. والله ان احنا مرتاحين لما جينا القريه حقاكم. اتكاتكاتك اتكاتكاتك، قريه محترمه، واحنا قريتكم هذه كان احنا بقريه حقانا. والله كان احنا بقريه حقانا، ناس طيبين والله طيبين، والبلاد ماهيش اخرى حاله. يا مرحبا اهلا، نورتوا الدنيا ونورتوا مصر كلها. منوره بيك يا حبيبتي يا حكمة، وحشتيني قوي. اخبارك ايه واخبار العيال ايه؟ الحمد لله يا اختي كله تمام. اهلا وسهلا. شوفي دي شفيقه بنت جوزي شوطر. اهلا اهلا يا شفيقه، نورتي يا اختي. كيف حالك يا خاله حكمت؟ والله اني حبيتك من كثر ما وصفنك ام جمعه. تسلمي لي يا اختي، ربنا يخليك يا رب. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني يا اهل اليمن، واحنا فرحانين بيكم قوي. وانا هنا جالسه ولا حد عبرني كاني هنا بنت كلب. وناس عبروني اقل حاجه اني مرات الراجل ده الكبير. انا مراته وسنيوره حقه والانسان الرقيقه. رقيقه رقيقه، ارجعي ارجعي دي ضرتي زنبقة. ياه ضرتها. الله يخليك خالص. بس في ايه؟ العمدة عتريس بعتني اعمل حفلة كبيرة وعازمك انت وضيوفك، وتعالى ورايا. عتريس هو فيها سالم؟ مش عارف يا رزق،
هو عايز منه ايه يا عطريس ده؟ الحفلة اللي بيتكلم عليها دي ما تقوم نروح له خلاص. يلا بينا نروح له. يلا بينا. اكيد استقبال لنا لنا والله انه اصيل اذا مش حقكم. يلا يلا بسم الله. الله يا الله سترك يا رحمن الرحيم سترك. نسيت اقول لكم وانت عارفه وانا مش بسمع كلام الصغيرين وخصوصا المواضيع اللي فيها المكرونه. مكرونه المائده اسباجيتي وشعريه ومقصوصه. مكرونه المائده اصل المكرونه. ده موسوس افندي عنده عقده من البكتيريا والجراثيم وليل ونهار نازل تعقيم. عيش حياتك وانت مطمن. صابون ناسيم بلس بيقضي على 99.9% من الجراثيم. ناسيم بلس احمي عائلتك. إنها رحلة عشق تذوب في حب الشوكولاتة الناعمة التي تغوص في أحضان بسكويت بوربون المقرمش من ليجادور. بسكويت بوربون من ليجادور الطعم الذي يعشق. الآن سندباد ليندا وباندا شوكولاتة أكثر جودة أفضل حجم أكبر وبنفس السعر. وجديد سندباد سندباد بنكهة التوت من بلوز. بسكوت ماري منتي شوك كل شيء بيحلى بيه كل الحلو بيكمل بيه طول ما في تي شوب. ماري ماري تي شوب لذيذ وخفيف. ماري تي شوب الحلو يكمل بيه. عن طريق المتحدث الرسمي باسمي اللي هو انا وهيقول لكم اجابتكم في الافراح والناس الضيوف يتفضلوا يقعدوا يشرفونا. تفضلوا تفضلوا. متشكرين. ولا شرف يا عم. الحمد لله على السلامه يا جماعه. الله يسلمك. ده العمده عتريس منور القعده كلها.
انا عازمكم عزومه كبيره الليله. كتر خيرك يا عمده، طول عمرك صاحب واجب. شاكرين يا عمدتنا، ما كانش ليه لزوم الواجب اللي انت عملته ده كله والله. منور منور. شكر شكرا على هذا الاستقبال، بس انا اسمي شوتر مش جوكر. شوتر والله العظيم. والله شوتر شوتر شوتر, شوتر. عمده انا كان ليا طلب عندك يا عمده كده، وبعد اذنك يعني يا ريت تخدمني فيه. ايه؟ ما انا ما اقدرش اقول لها ان انا رهنت الارض عندك بالفلوس اللي انا اشتريت بها التاكس. وانت ما قلتلهاش؟ اصل انا ما اقدرش اقول لها يا عمده، لان هي ما تعرفش، ولو عرفت هتمشي. اكيد هتعرف، ولا من غيره كمان. ربنا يستر بقى ويعديها على خير. انت عبيط؟ انا هشيل الارض. اكيد طبعا مش هتوافق. هو صحيح شوتر غني؟ اه طبعا غني، غني جدا. اهلا. بقى اتنين صيع زيكم فكرين هم هيستغفلوا المعلم شراره. لا لا لا، ما عادش نستغفلك يا معلم شراره، ده انت الشراره اللي معمرنا الطاسه دي. بس يعني بس ايه يا اخويا؟ مش صاحبك ده اللي عامل لي فيها شيخ وطلب مني اديك مهله يوم، وبعدين هربته؟ مفكرين انك هتضحكوا على المعلم شراره؟ والله والله ده انا هقطعكوا حتت. والله والله ما هربنا، والله ما هربنا. من قال هربنا؟ احنا بس يعني يومين كذا راح نتفسح. تفسحوا؟ طيب يا اخويا انت وهو، انا هفسحكم بعرفتي. وضبوهم يا رجاله. لحظه لحظه، وضب مين؟ من توضب؟ انا ما حد وضبنا. انا ابو زيدك، ابو زيدك معلم، ابو زيدك اخر مره. بس ساعتين مهنا، ساعتين، وان شاء الله ان شاء الله يكون فلوس عندك. وذا حلمي راهن عندك. ايه؟ راهن. انا راهن عود؟ ليه فكرني ازازه حاجه ساعه فاضيه ولا ايه؟ دي اخرتها، اخره العيش والملح اللي ما بيننا. اقول لك ذا علشان نروح ندبر الفلوس، ندبر فلوس الراجل. خلاص يا شيخ، هم ساعتين هدوهم لك مهله. عارف انت لو ما رجعتش هعمل في صاحبك ايه؟ اتشهد عليه. وعارف انت لو ما رجعتش تاني انا هعمل فيك ايه؟ انا هقطعك وهعرف اجيبك من تحت الارض. يلا غور من قدامي. انا طول قطس. يلا غور. راهل انا راهل. قال لي ايه الاساس حاجه الساعه هتسيبني راهل؟ ادبر فلوس وارجع لك. عاد 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 كده عاد كده. يقولك الحشيش والملح عاد. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. شرفتي يا اختي ام جمعه. اهلا بك يا شفيقه. الف حمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. والله يا ام جمعه ان بلدكم حاليه ذكرني بقريه احنا. السعيد طال عمره حلو حلو يا حبيبتي باهله الطيبين. نورتوا يا جماعه، نورتوا. نورتي يا مدام زومبقة. تعالى لكم بلدنا، عجبتك يا مدام زومبقة. الله يسلمك يا ربحه. والله احنا اللي منورين بكم. فعلي لك زحمة، يلا فعلي لك الحركتين ذي، وفعلي لكم زحمة والسوق فاضي. فرحانة بروحها. من هو اللي قال لنا نجي في الوكر حق الديناصورات والأعداء ذي؟ أعداء إيه يا أختي؟ كفالة الشر، ده احنا بقينا أهلي يا أختي يا زنبقة. الله أكبر. لا لا يا جماعة، خالتي زنبقة قصدها أن جو الصعيد حالي، خاصة وإحنا عايشين في قرية مثلكم. وانت ما اسمك يا ربحة؟ أني اسمي هنادي، ودي بهي. انت نناني وانت هي ايه؟ ايه صح. انت اللي شفتكم ايه؟ انت اللي تطلعوا في المسلسل المصري؟ مسلسل ايه يا شيخه؟ ما تفضحيناش بقى. ابوس ايدك بلاش فضايح. ابوس ايدك يا زنبقه، حد اليوم ده على خير. يا دي النور يا دي النور، نورتوا البلد كلها والله، ونورتوا مصر كمان. الله يسلمك يا حبيبتي يا حكمة. الا قوليلي، مش انت اديتي الصيغة بتاعتك لرزق بيعها لما راح يجيب العربية؟ اصلا انا اديتهم له، بس هو مرضيش ياخدهم. ازيك يا زنبقة يا اخي؟ ازيك والنبي منورة. والله بخير يا شطورة. تضحكي ليه؟ you
واه 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 سامي بتعمل ايه يا ابوي عندك؟ انا نفتكروك حرامي. انا حرامي؟ انا سامي سامي ما من حرامي، سامي مش حرامي بس طيرت العقلي. ها وبتعمل ايه في الوقت المتاخر ده ورايح وين؟ انا اتصلوا لي مع واحد صاحبي مريض في المستشفى فيه الزائده الدوديه فالدكتور قال ضروري قال عنده ذا الحين عشان يستأصل له اللوزتين. خاطرك هذا المسلسل برعايه بسكويت بوربون من ليجادور الطعم الذي يعشق. ماريتي شوب الحلو يكمل بيه. زبادي الهنا زبادي طول السنة. رمضان كريم مع نور. نسيم بلس احمي عائلتك. للمانجو عشاق وللشوكولاتة محبين وللكاسترد والفراولة معجبين، فإذا كنت من هؤلاء فإليك بسكويت كلاسيك كريمز من ليجادور. بسكويت كلاسيك كريمز من ليجادور الطعم الذي يعشق. بسكوت ماري منتي شوب كل شيء بيحلى بيه، كل الحلو بيكمل بيه طول ما في تي شوب. ماري تي شوب لذيذ وخفيف. ماري تي شوب الحلو يكمل بيه. دام وسوس افندي عنده عقدة من البكتيريا والجراثيم وليل ونهار نازل تعقيم. عيش حياتك وانت مطمن، صابون نسيم بلس بيقضي على 99.9% من الجراثيم. نسيم بلس احمي عائلتك. الآن سندباد ليندا وباندا، شوكولاتة أكثر جودة أفضل حجم أكبر وبنفس السعر. وجديد سندباد، سندباد بنكهة التوت للكنوز. اهلا بيك يا شوطر بيه. شاي. الله يبارك فيك. تفضل. الله يتفضل عليك ويزيد فضلك وكرمك الله. ما كانش في داعي للتكلفه يا شيخ عتريس. حاجات بسيطه جدا جدا يا شوطر. عتريس بيه راجل صاحب واجب. حلال يا شوطر تكون بلدنا عجبتك. والله عجبتني، عجبتني كثير البلد واهل البلد. اهلا 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 اهلا. واحنا والله وانا عجبتني كثير 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 عجبتني. وين كثير كثير السويده ذا كان غريب كان غريب. اتصليك من اليمن عم شوطر. اتصل عن اذنك يا شيخ عتريس. ايه اهلا وسهلا حياكم الله يا مرحبا. الحمد لله احنا بخير وصلنا الان الصعيد. ايه وصلنا الصعيد واحنا جالسين عند الشيخ عتريس. شيخ عتريس يعني واحد قبيلي استقبلنا ما شاء الله عليه. اهلا 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 هذا الشيخ عتريس. ايه الحمد لله. اسمع اقول لكم رسلوا لنا فلوس. ايه لان الفلوس اللي معنا خلصت وما فيش معنا فلوس وتدر انه ظروفنا صعبه جدا. كدروا. ايه ما عادش معنا ولا معنا فلس. رسلنا فلوس. فلس فلس فلس. رسلنا ولا معنا فلس. رسلنا تمام. الله يفتح عليكم. معنا فلسة. يلا مع السلامة. ورسلوا لنا خبز. يلا. خبز. خبز. إيه خبز. وكدروا. كدروا. تعرف الكدروا؟ شوطر. أنت عندك أرض كثير. وهو بصراحة كان عندي أرض كثير 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 بس الشيخ طفواح ذا الشيخ ظالم عندنا. العمدة بتاعتني العمدة بتاعتني ظالم. أخذها الأولى بعد الثاني بعد الثالثة الآن أصبح ولا معي ولا يعني حتى ربع في الدين ولا حاجة على الحديدي. أقول لك إيه يا عمدة، بالمناسبة السعيدة دي أنا سمعت إن أنت استلمت السماد والمبيدات الجمعية الزراعية، وبالمناسبة بقى الفلاحين مستنينهم على أحر من الجمر، فإيه رأيك لما توزع عليهم اليوم السماد والمبيدات عشان يزرعوا زرعتهم ويشتغلوا؟ حكاية السماد دي انسوها، فاهم ولا لا؟ بس ده حرام عليك يا عتريس، ده ظلم. الفلاحين الأرض بتاعتهم هتطور وتبوظ خالص. عن إذنك يا طفاح يا عتريس يا عتريس، شكله في مشكلة داخلية يعني، والمثل يقول يا غريب كن أديب. أستأذنك بس أمشي. ودول كم دول؟ ذي 10,000. 10,000 جنيه. أمال الباقي فين إن شاء الله؟ الباقي ذي ذي. ايه ده انت بتستعبط؟ ودي تجيب كام دي ان شاء الله يا معلم؟ شرارة تجيب لها 10,000 جنيه.
دي ما تجيبش غير 30 جنيه 30 جنيه ما شاء الله عليه ذا ما شاء الله فاهم جوهرجي جوهرجي الله 30 جنيه يلا خلاص يعني يبقى لك كم يبقى لك 18000 جنيه ودول هتجيبهم امتى ان شاء الله اسبوع بالكثير عندك هتدبر المبلغ وهتلاقينا اسحين فوق دماغك على طول بالفلوس يا معلم شرارة طيب طالما صاحبك اوفى بميعاده وجه في ميعاده انا هديكم مهله اسبوع بس الاسبوع ده 7 ايام عارف لو ما جاتوش انا هعمل فيكوا ايه لا 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 من غير ما تعمل يا معلم هنيجي في ميعادنا باذن الله طب يلا هوينا انت وهو بصراحه انا مش عارف يعني ارد جميلك ده ازاي معايا عوض مين انا سامي قلت لك اسمي سامي معلم سامي يلا نفد بجلدنا قبل ما يرجع في كلامه المعلم يلا هوينا انت وهو على ورق الفل دلعني على ورق الفل دلعني انا لا حلت ولا بيدي غير الغويشه اللي في يدي انا لا حلت ولا بيدي غير الغويشه اللي في يدي ما قلت لك خدها وبها وافضل انا وياك ودلعني جوز ام جمعه دي ومرته وبنته عسل ناس طيبين قوي بس اللي اسمها زنبقه دي اختي تصرفاتها كده غريبه بس بردك دمها زي الشربات يا رزق يا رزق انت يا راجل ما ترد عليا مالك شغل بالك في ايه خايف اخت ام جمعه تعرف موضوع رهن الارض دي تزعل مني وانا بقول سالتني على الصيغه ليه النهارده سالتك قالت لك ايه قالت لي انت الصيغه معاكي ورزق اشترى العربيه وانت قلت لها ايه اوعى تكوني جبت لها سر على الموضوع لا يا اخويا ما تقلقش بس مسرها تعرف بقول لك يا رزق ما تروح انت بكره وتقول لها ونخلص اقول لها الله على خيبه الراجل اللي انا فيها الله معلش يا اختي سامحيني عشان انا رهنت الارض اللي انت مأمناني عليها ده احنا في مصيبه هم اللي هنعمل ايه بس انا لازم ادبر المبلغ ده وافك رهنيه الارض اللي عند المعلم عتريس بقول لك يا رزق ما تاخد صيغتي كلها وبيعها وصرف نفسك وفك زنجتك يا اخويا أصيلة يا حكمة بس المبلغ مش هيكفي برضه أمال هنجيب باقي المبلغ منين بس أنا هنزل على مصر وبيع الصيغة وحاول أجمع المبلغ قبل ما أم جمعة تعرف إن أنا ممكن طب ولو سألت عليك بقى هقول لها إيه ساعتها أكون دبرت المبلغ لا دعك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما عانيت عني لا دعك